مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج هاشتاج. انا سيف خرفان وهحطكم في جوله على الانترنت نشوف ايه اللي مسيطر على عقول الناس على السوشيال ميديا الفيسبوك وتويتر وغيره من الويب سايتس. اول موضوع النهارده شاغل الناس على الانترنت هو حكم بحبس توفيق عكاشة 6 شهور بعد سب اسره خالد سعيد. توفيق عكاشة مذيع عنده برنامج اسمه مصر اليوم على قناه الفرعين، وكان تم وقفه لفتره كان حله ليها ان هو يحضر على القناه كضيف مش كمقدم برنامج، وقعد فتره لغايه دلوقتي ما طلع عليه الحكم 6 شهور وغرامه 100,000 جنيه. العنوان نازل على جريده الشروق بيقول الحكم بحبس توفيق عكاشة 6 اشهر بعد سب اسره خالد سعيد على خلفيه سب وقصف رئيس قناه الفرعين المدعو توفيق عكاشة لاسره شهيد خالد سعيد على الهوى. بيقولوا ان المتهم اتهم خالد بتعاطي المخدرات، واتهم اخوه بتغيير دينه وقذف والدته ليلى مرزوق السيد، وقال ان هي فشلت في تربيته هو واخوه، وده دفع الاسره ان هم يرفعوا قضيه ضده اتهموه فيها بالسب والقذف، وخد الحكم ب6 شهور. هنحاول نشوف تعليقات الناس على السوشيال ميديا التويتر او فيسبوك، وعندنا الفيديو كمان هنوريه لكم اللقطه اللي كان يعني قام فيها بسب والده خالد سعيد. سيف بن غرسه اول لما طلع الخبر نشره وبيقول عاجل حبس توفيق عكاشة 6 شهور لسب وقذف والده الشهيد خالد سعيد. الفيديو هو هنوريكم الجزء اللي كان فيه السباب، نتابعه معانا. عيد اللي كان بيشرب بانجو واللي قرايبه قال هذا الكلام واللي له اخ عارفين اخوه راح اعتنق الديانه، اعتنق ديانه غير الاسلام وسمى اسمه اسم تاني وقعد في امريكا، وكل شو يقول لك ام الشهيد خالد سعيد. طب فين، طب انت ما حافظتيش على ابنك اللي سافر امريكا وغير ديانته ليه؟ وبعدين ابنك التاني اللي الاستاذ وائل غنيم عامله لي رمز الصور ما ربطوش كويس عشان ما يشربش بانجو ليه؟ يا اولاد بقى رمز الثوره المصريه واحد بيشرب بانجو ومخدرات. زي ما شفتوا ده كان الفيديو اللي قام بيه توفيق عكاشة بسب والده خالد سعيد، وخالد سعيد نفسه الله يرحمه يا رب كويس انه ما كانش عايش عشان يسمع الكلام ده. فيديو القبض على ضابط أمن دولة يحرض الجماهير على اقتحام مجلس الشعب. في عمال شركة بتروجيت يعني قبضوا على ضابط بيقولوا ان هو من أمن الدولة كان بيحرضهم في اعتصامهم ان هم يروحوا ويهجموا على مجلس الشعب او يقتحموه، وده صورة من الكارنيه بعد ما مسكوه تم نشره على الانترنت. بيقولوا عمال شركة بتروجيت المعتصمون امام مجلس الشعب قبضوا على ضابط أمن دولة مندس بينهم بيحرضهم على اقتحام مجلس الشعب. معانا على الصفحة الرسمية لمحامين مصر بيتكلم برضو على نفس الموضوع، بيقول ان معتصمي بتروجيت قدام مجلس الشعب قبضوا على ضابط أمن وطني أو أمن دولة سابق حرضهم على اقتحام مجلس الشعب، اسمه أحمد صلاح الدين، عنوانه كذا، القاهرة، المجلس، ولكن تم تهريبه والإفراج عنه بدون أي إجراء. بخصوص الموضوع ده على تويتر نجوان الأشول بتقول القبض على ضابط أمن وطني دولة يعني بيحرض المعتصمين على اقتحام مجلس الشعب وتم إحالته لقسم الشرطة، النتيجة براءة أكيد بإذن الله. ده طبعا بما أن كل الضباط المتهمين في قتل المتظاهرين طلعوا براءة، وفي قضية كشوف العذرية طلعوا براءة، بتهيألي دي قضية صغيرة يمكن حتى ما تكملش. فاطمة حسين على تويتر برضو بتقول الدكتور البلتاجي يعلن أن الضابط الذي تم القبض عليه وهو يحرض المواطنين على إحراق مجلس الشعب هو ابن لأحد قيادات الداخلية المعروفة، يعني هو بيقول أن الضابط اللي كان بيحرض الناس دول ابن واحد من قيادات الداخلية الكبار. يعني أنا بسأل يعني يمكن حاجة زي المجمع العلمي برضو يمكن يكون وراء التحريض عليه، او الناس اللي بعتوا الناس دول يحرقوا يمكن يكون شيء مشابه ما نعرفش.
الموضوع كبر وابتدوا يتكلموا عليه في مجلس الشعب، وحتى وزير الداخلية وهو في مجلس الشعب علق على الموضوع. هنشوف جزء من جلسة مجلس الشعب بعنوان التحفظ على ضابط شرطة كان يحرض المتظاهرين الموجودين أمام مجلس الشعب. وجد ضابط من ضباط الشرطة مندس داخل المتظاهرين يحرضهم على هذا المجلس لانهيار كرامة هذا المجلس، وتم القبض عليه. نريد الآن ماذا فعل بهذا الضابط وماذا فعل بالمتظاهرين. 5 من هؤلاء المتظاهرين الآن في حماية الشرطة، لأن هناك من يريد القبض على المحافظين الآن. أين كرامة هذا المجلس وكرامة الشعب المصري بعد أن يقوم هذا الضابط؟ يجب هيكلة هذه الشرطة التي رفض وزير الداخلية أن يأتي إلى هنا أكثر من مرة لتبيان ماذا فعل في هذه الهيكلة. شكرا. حاتم عزام. سيادة الرئيس، أنا تقدمت لسيادتكم بطلب بيان عاجل عن هذا الأمر. تم العثور على أو التحفظ على ضابط شرطة يدعى أحمد صلاح وسط متظاهرين عمال بتروجيت أمام المجلس، وقد كان يا فندم يحرضهم على الانقضاض على مجلس الشعب وإحداث فوضى. أدعو حضراتكم سيادتك يا فندم وحضرات الأعضاء النواب أن يحال هذا الموضوع للجنة الدفاع والأمن القومي لتتخذ ما ترى مناسبا واستدعاء مسؤول. موضوع النهارده انا كنت في المكتب واخترت بان في ضابط من الامن الوطني داخل ممسوك في مجموعه موجوده متجمعه قدام البوابه بتاعت مجلس الشعب. رجعت قيادته عرفت ان هو اللواء الضابط اسمه صلاح الدين، احمد صلاح الدين، اللي سالت القياده بتاعته هو اصلا من الامن الوطني من القاهره وموجود المقر بتاعه في الوزاره. سالت القياده بتاعته وتبين انه من ضمن الضباط المعينين والافراد اللي بيامنوا اعماق الوزاره والطرق والمنافذ المؤديه اليها اللي بيمثلوا المطيح المحيط بتاع الوزاره. النهارده هو بيمر شاف كذا مره رايح جاي، وبيعتبر مجلس الشعب ده بيمثل عمق الامن للوزاره. فكان راح كم مره اشتبه فيه لقوه رايح جاي رايح جاي، مسكوه قالوا له انت مين؟ ده القياده بتاعته بتقول لي يعني كلام اللي هو صلاح حجازي. دقيقه واحده بس لما اخلص كلامي. زي ما شفتوا كان في الفيديو الاول كان نواب مجلس الشعب بيطالبوا بالتحقيق في الموضوع ده، والفيديو اللي بعديه كان رد وزير الداخليه. الحقيقه وزير الداخليه كانوا طالبين منه من اكتر من شهر خطه لاعاده هيكله الشرطه، لكن للاسف لغايه النهارده ما تمش عرض اي خطه. وللأسف عدم إعادة هيكلة الشرطة بيضر الشرطة نفسهم، بيضر الضباط الشرفاء نفسهم، وجود ضباط فاسدين في نفس المجال اللي بيسيئوا لسمعة الداخلية كلها. نتمنى نشوف هيكلة قريبة لمصلحة الشرطة نفسها قبل الشعب. شريف أحمد على تويتر بيقول بعد القبض على الضابط المحرض لازم نخلي بالنا ونتوخى الحذر الفترة اللي جاية تحسبا لمحاولة إفشال انتخابات الرئاسة ودخولنا في دوامة من العنف. هو خايف ان يبقى موضوع المندسين وضباط أمن الدولة المندسين دول يحاولوا يبوظوا إجراءات انتخابات الرئاسة كمان. محمود يحيى برضو مستخدم على تويتر بيقول ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. القبض على ضابط أمن دولة اندس بين المتظاهرين قدام مجلس الشعب وثبت تحريضه وإثارته ليهم. يعني الحقيقة عمالين بنسمع على المندسين، ومن أول الثورة ما بدأت من أكتر من سنة مندسين وكلام عن الطرف الثالث واللهو الخفي، وأخيرا لما بنمسك حد منهم بيطلع أمن دولة مندس بقصد لإثارة الفتنة والشغب. رورو ليكس على تويتر بيقول مكابر اللي ينكر إن الثورة غيرت مصر. دلوقتي ممكن نقرا خبر عادي ولقد قام المواطنون بإلقاء القبض على ضابط أمن دولة. فعلا شيء غريب ما كناش بنسمعه قبل الثورة، ان تلاقي خبر نازل لك ان مواطنين بيقبضوا على ضابط أمن دولة. طول عمرنا متعودين على العكس. عمار يا ثور. على موقع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عاملين عريضة طالبين مننا التوقيع عليها للموافق عليها.
بيقولوا أضف توقيعك على عريضة مشروع قانون لحماية النساء من العنف الأسري. قانون بيستهدف الحد من ظاهرة العنف اللي بتتعرض له المرأة داخل الأسرة لكي تكون الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونمو صحيح، ويتحقق من خلال اعتبار العنف اللي بتتعرض له المرأة داخل الأسرة لازم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولازم توفير أقصى حماية قانونية ممكنة للسيدات ضحايا العنف الأسري، وتحط تدابير وقائية وبرامج استشارية وعلاجية وتعليمية للضحايا وللمعتدين عليهن. زيادة وعي المجتمع برضو ضروري عشان الناس تفهم يعني إيه العنف الأسري ويعرفوا خطر العنف ضد النساء ومداره على الأسرة بكاملها. حقيقة من ضمن الأبحاث اللي اتعملت كتير في مصر ظهر أن العنف الأسري أكتر بكتير جدا مما كنا نتخيل، وللأسف السيدات بيكون عندهم خوف من أن هم يروحوا يعترفوا أو يبلغوا على أي عنف بيتم داخل البيت تجاههم. لو عايزين تخشوا على موقع مركز النديم، اللي عايز يمضي على العريضة دي لتقديمها أنه يطلع قانون يحمي السيدات أو المرأة من العنف، بتخشوا على الصفحة دي بتكتب الاسم واسم الأب والجد. هننتقل لصفحة تانية، مبادرة اسمها تعالوا نكتب دستورنا. المبادرة موجودة على فيسبوك، في صفحة في فيسبوك لو كتبتوا على السيرش تعالوا نكتب دستورنا هتطلع لكم الصفحة دي. هقرأ لكم جزء من الوصف على الصفحة. بيقولوا ان دي مبادرة شعبية مستقلة بيشارك فيها المصريين من كافة الخلفيات والاتجاهات على جمع حلم كتابة دستورنا مما نبعه الشعبية. تعالوا نكتب دستورنا، الشعب ثار وسقط النظام وارتفع سقف الحلم، عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية كرامة إنسانية. ودلوقتي قدامنا مهمة نوصف ونشكل مصر اللي بنحلم بيها. هنسيب المهمة دي للنخب والخبرة. هل اجتماع بعض الأحزاب بيعبر عننا بجد؟ هل نقاشات الغرف المغلقة بديل لحوار الشعب؟ دي مبادرة تعالوا نكتب دستورنا، مبادرة شعبية مستقلة اتولدت في حضن الثورة وبيشارك فيها مصريين من كل الاتجاهات. بيقولوا انه في شبه اجماع على ان الدستور هتصيغه جمعية تأسيسية بتمثل كل فئات الشعب. وطموحاتنا صح، الانتخابات هي افضل وزيرة لانتقاء سلطات تنقذ مقاصدنا. بيقولوا ان ما نتصوره هنا، اللي بيتصوروه هنا على الصفحة دي، هو محاولة لإيجاد وثيقة شعبية بتعبر عن طموحات وأحلام الشعب المشتركة تسترشد بيها الجمعية التأسيسية، اللي بيأملوا برضو إن هي نمدها بآليات عمل مفتوحة للمجتمع المدني. يعني زي ما شفنا ده صفحة على الفيسبوك اللي هي عنوانها تعالوا نكتب دستورنا، بيحاولوا يجمعوا من المشاركين عليها ومن مجهودات في الشارع يعرفوا يعني يطلعوا بوثيقة استرشادية تقدر اللجنة التأسيسية دي تساعدها في انها تعرف الشعب عايز ايه بالظبط من دستور. معانا فيديو بيوصف اكتر الحملة او المبادرة دي، الفيديو على اليوتيوب بعنوان تعالوا نكتب دستورنا. هنشوف جزء من الفيديو معاكم بعنوان تعالوا نكتب دستورنا مبادرة شعبية مستقلة. عملنا ثورة، ثورة يعني حلم، والثورة كانت ثورة شعبية. احنا بنحلم بمصر مختلفة، ما ينفعش انه مجموعة من الخبراء مهما كانت درجة وعيهم وتفانيهم هم اللي يصيغوا الحلم نيابة عنا، لازم كلنا نشارك في اننا نحلم بمصر جديدة، بمصر مختلفة. جمهورية جديدة بتتبني بتوافق مجتمعي بيننا وبين الناس وبين بعضها، بتتبني بحوار مجتمعي. مش صحيح ان الخبراء بس هم اللي بيكتبوا الدستور، الخبراء هم ممثلين عن الناس،
الناس هي اللي المفروض تكتب الدستور الجديد. دستور 71 كان فيه مواد كتير بتحمي الحريات، التعذيب مثلا عمره ما كان دستوري، مع ذلك الانتهاكات كانت بتحصل كل يوم. عشان كده محتاجين نسأل ايه قيمة ان الدستور يتعمل من غير مشاركة شعبية حقيقية؟ لو الدستور اتعمل من غير مشاركة الشعب هيبقى مجرد حتة ورقة. المبادرة غير معنية وليس لها علاقة بالجدل، اي جدل سياسي سواء له علاقة بالانتخابات اولا او الدستور اولا، هي معنية بالاساس بالناس اولا، الناس لازم تكتب دستورها. المبادرة اتولدت في الثورة، مجموعة من الشباب المستقلين من كل الخلفيات من كل التيارات السياسية اتقابلنا في الميدان وقررنا ان احنا عاوزين الشعب كله يشارك في كتابة الدستور. احنا مش منحازين لتيار سياسي بعينه ولا الفكرة السياسية بعينها، قد ما احنا منحازين للناس بأحلامهم البسيطة بأفكارهم بطموحاتهم. اللي احنا هنعمله ان عن طريق المتطوعين هنسأل عينة ضخمة جدا من المواطنين عن مصر اللي بيحلموا بيها. هنجمع عشرات الالاف من المتطوعين من كل حتة في مصر، كل مراكزها ونجوعها وقراها ومدنها، وهيقابلوا مئات الالاف من المواطنين يسألوهم اسئلة بسيطة عن حقوقهم، عن الحريات، عن مصر اللي بيحلموا بيها. اللجان الشعبية، النقابات العمالية، الفلاحين، النقابات المهنية، الأحزاب السياسية، مع الفنانين، مع الأدباء، مع كل المهن، مع الطلبة، مع كل الفئات. في فئات مهمشة محدش بيسألها رأيها إيه، زي السيدات الحوامل مثلا أو المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا عايزين نخلق حالة من الحوار جوه المجتمع، وبكده كل الناس تحس إن أحلامهم مهمة. هيطلع من الإجابات دي وثيقة، فلازم اهم حاجه انه المواطن يبقى عارف ان صوته مهم، يبقى عارف ان هو مش بيجاوب على سؤال ورد غطاء، لا هو بيشارك في صياغه مستقبل مصر. المواطن العادي ممكن يشارك في كتابه الدستور. اللي بيكتب الدستور هم الناس والشعب، واللي بيصيغ الدستور هم المشرعين اللي لازم يلتزموا بكتابه الشعب واحلام الشعب وطموحات الناس واحلام الناس. ممكن كلنا نشارك في وضع الدستور. هنحتاج متخصصين يكتبوا الصياغه، لكن اللي هيكتبوه لازم يبقى بيعبر عن رأي الناس. ده كان فيديو تعالوا نكتب دستورنا، موجود على اليوتيوب، وبرضو الصفحة بتاعتهم موجودة على الفيسبوك لو عايزين تشاركوهم مجهودهم. هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم ونكمل برنامج هاشتاج، خليكم معايا. رجعنا لكم مكملين برنامج هاشتاج. الموضوع اللي جاي هو موضوع خد حجم كبير جدا على تويتر، لدرجة ان امبارح كان the most trending، يعني اكتر موضوع تم تداوله على موقع تويتر الاجتماعي. الموضوع او الهاشتاج اللي عمل trending كان هاشتاج rest in peace أمينة، او يعني الباقيه في حياتك يا أمينة بالانجليزي. قصة أمينة هنحاول نوصفها لكم من خلال التويتس اللي على تويتر. أمينة القاصر المغربية التي انتحرت بالعرائش، العرائش مكان في المغرب، اغتصبت وأجبرت على الزواج من مغتصبها بعد حكم قضائي وموافقة والديها. يعني زي ما مكتوب هنا، هي طفلة عموما عندها 16 سنة، ما يزيدش عمرها عن 16 سنة، وبعد ما تم اغتصابها في المحكمة القاضي حكم على المغتصب أنه يتجوزها غصبا عنها، ومش بس كده والدها كمان وافق. وللأسف البنت لما لقيت ما قدمهاش أي فرصة تانية في الحياة بالطريقة دي انتحرت.
انا موميجليانو على تويتر برضو بخصوص نفس الموضوع امينة بتقول for all that's worth let's hope Amina becomes to Arab women what Muhammad Bouazizi has been to Arab people. بتقول يا ريت يمكن عشان يبقى على الاقل حصل قيمة للحادث الاليم ده ان يا ريت امينة تبقى بالنسبة للسيدات العربية زي ما كان محمد بوعزيزي ليه نفس المكان عند العرب او الشعوب العربية كلها. طبعا احنا عارفين محمد بوعزيزي كان قبل الثورة التونسية بعد ما تم اهانته هو كان خريج جامعي واضطر يقف يبيع في الشارع يفرش ويبيع في الشارع ولما ضابطة تونسية جت واهانته وضربته بالقلم قام بحرق نفسه يعني ولع في نفسه وده كان من الشرارات اللي ادت للثورة التونسية عندهم زي ما خالد سعيد ووفاته اسر التعذيب ادى للثورة المصرية. انا بتتمنى انه موضوع امينة ده يكون زي صحوة للسيدات العربية عشان برضو يبتدوا يجيبوا حقوقهم في الدول العربية. في مقالة طلعت برضو بخصوص موضوع بوعزيزي مدونة طلع على NBI's Corner بيقول أمينة is my بوعزيزي يعني أمينة المغربية بالنسبة له هي بوعزيزي يعني أوريدي ناس بتتكلم عليه على أمينة وبيربطوها بوعزيزي في تونس. طبعا هي كلها تعازي وبيقولوا ان ده يوم أليم عليهم وخسارة للإنسانية ان البنت يعني ما تعداش عمرها 15 او 16 سنة واضطرت للانتحار كسبيل اخير لتنهي بها مأساتها. فرح سعفان على تويتر برضو على نفس هاشتاج rest in peace أمينة بتقول 16-year-old girl from Morocco who committed suicide after being forced to marry her rapist with her father's consent. هي بتحكي حكاية أمينة واللي أجبرها على انتحار في عمر 16 سنة. حس فهمي بيقول برضو على rest in peace أمينة بيسأل إزاي يرغموا بنت قاصر على الجواز من واحد اغتصبها ده بدل ما يعدموا اللي اغتصبها أصلا بيجبروه أنه هو يتجوزها أو بيجبروها أن هي تستحمل الزيجة دي من واحد اغتصبها. المقال انتشر برضو على مواقع كتير بنفس العنوان طفلة تنتحر احتجاجا على تزويجها من مغتصبها في العرائش. وبالمناسبة برضو هنا بيقولوا ان اللي اغتصبها كان اكبر منها بعشر سنين يعني مش كان مجرد شاب صغير او حد في سنها حتى ده كان اكبر منها بعشر سنين. هننتقل من موضوع أمينة لموضوع خفيف يعني يمكن كوميدي شوية نحاول نروح عنكم قبل ما ننهي الحلقة. في حد عمل تخيل لفيسبوك لو كان حصل أيام الملكية أو يعني يمكن من 100 سنة أيام في الأربعينات حتى أيام الأفندية والبشوات ده تخيل لو نشوفه مع بعض لصفحة فيسبوك في الأربعينات. دي صفحة لأحمد أفندي السلحدار ودي البروفايل بيكتشر بتاعته على الصفحة. بعض الحاجات اللي عشان يكملوا الحبكة بتاعت الفكرة هو حاطط الستيتس بتاعه بيقول كل واحد يقفل حنكه يا بجم منك ليه وليه وليه. وبعض التعليقات تحت على الستيتس زي ما تعودنا في فيسبوك الأخبار اللي بتكتب لك تحت مكتوب أحمد أفندي غير اللغة للأفرنجي وأحمد أفندي بقى صديق لزكية هانم الصواف وسميرة هانم صديق لأحمد أفندي الآن وأحمد أفندي عمل تعليق على جدار زكية هانم الصواف. ده كان تخيل للصفحة وده إعلان على جنب الإعلانات ساعتها كانت هتبقى أكيد شاي مدام زوزو وحاجات بالشكل القديم ده. الصفحة كمان بالأبيض وأسود زي ما انت شايفين ده كان المحاولة لتخيل فيسبوك في الأربعينات كان عامل إزاي. هنتقل كاريكاتير طلع بعد تبرئة عدد كبير من الضباط يعني ما افتكرش في ضابط فاضل متهم في أي قضايا متعلقة بقتل المتظاهرين أو الثورة فاضل في الاسم كلهم طلعوا براءة فقرروا الناس تعمل نصب تذكاري للقاتل المجهول على غرار الجندي المجهول. دلوقتي بقى عندنا القاتل المجهول لأن لغاية دلوقتي مش عارفين مين اللي موت الشهداء اللي زاد عددهم عن 1500 غير المفقودين. دي صورة الجرافيتي في الشارع وبنت تتخيل نفسها بتطلع على السلم.
برضو كرتون تاني، مصر، سيدة بتمثل مصر ومطعونة في ظهرها من المعارضة ومن التطرف ومن الانتهازيين، بتقول للشاب الصغير اللي هو المستقبل، بتقول له ما تخافش أنا قوية والمستقبل راح يكون للحرية والديمقراطية. معانا فيديو لجرافيتي بعنوان ما فيش جدران. لو بالمناسبة حملة ما فيش جدران دي نزلت عشان تحاول تجمل او تعمل شيء مختلف من الجدران اللي بقت زنقه حياتنا كلنا في وسط البلد حوالين وزاره الداخليه، وخلت عيشه الناس بقت صعبه جدا. في ناس قرروا ان هم ينزلوا ويعملوا حمله مفيش جدران، بحيث يرسموا على الجدران بطريقه تحسسك انها مش موجوده، يمكن تخفف عليك المعاناه وعلى اللي ساكنين هناك معاناه العيشه هناك. زي ما شفتوا ده كان جرافيتي مفيش جدران اللي قاموا ناس بعملوا او رسموا على الجدران اللي حوالين وزاره الداخليه. مش بس الجدار ده، لكن في جدران كتير ورسومات مختلفه، لو حد عنده وقت يعدي من هناك يتفرج هتعجبه قوي. دي كانت اخر حاجه معانا في برنامج هاشتاج. نشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله بكره. تابعونا واشوفكم على خير.